هل فعلا ما قيل ان احنا بنفكر في استضافه كاس الامم الافريقيه 2025 ده مظبوط ولا مش مظبوط يا كابتن عامر؟ ده بيبقى قرار دوله، فاذا قرار دوله بيبقى طبعا اللي بياخده وزير الشباب والرياضه مع كل الجهات المعنيه، فلازم طبعا بتم دراستها قبلها، وهل في اتفاق على دوله معينه هتاخدها؟ عشان انت ما ينفعش كمصر انك انت تخش في منافسه والموضوع منتهي، فانت عارف حضرتك بتبقى صح في امور. بس هل اتحاد الكره اصلا عرض على وزاره الشباب والرياضه ولا ما عرضش؟ طبعا لازم هيتباع طبعا، الدكتور اشرف متابع اول باول كل الامور يعني. عظيم. فاكيد طيب لو في فرصه طبعا اكيد هيتقدم الملف بتاعه، واحنا جاهزين طبعا. احنا اكتر دوله واخدت البطولات، نظمت بطولات، ويمكن احنا نظمنا بطوله اخر بطوله دي 6 شهور كانت في مصر. ايوه. والبطوله الوحيده اللي اتعملت في الصيف في بطولات امم افريقيا. فاحنا جاهزين يعني، البنيه الاساسيه اللي عندنا اللي موجوده الحقيقه كبيره جدا، وحتى المنتخب ده 2003 التصفيات النهائيه بتاعت افريقيا اللي موصله لكاس العالم في شهر فبراير هتبقى في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب.